بغيت نقول لكم اليوم حنا في واحد الاحتفال اللي هو الابواب المفتوحه في مدينه فاس الذي تحتفل بها مدينه فاس كل سنه. كل سنه نجينا نكرموا هاد المناضلين والمناضلات ديال الحزب اللي كيخدموا باستمرار على كل حال، وهو دليل على ان حزب العداله والتنميه التواصل ديالو والعمل ديالو مستمر طيلة السنوات، لا يبقى حتى تقترب الانتخابات عاد كيتواصل. هذا هو الدرس الاساس، الباقي المضمون هذه قضايا سياسيه متجدده ومتحركه وفيها والواحد كل واحد كيعبر عليها بالطريقه المناسبه، وحنا كنعبروا عليها بالبيانات الرسميه عندما تصدر في القضايا الاساسيه. شي اللي كاين طبيعة الحال ما يمكنش، لا يمكن لأي مؤسسة ديال الحزب دير شي حاجة بدون أن تكون الأمانة العامة قد أعطت الضوء الأخضر أو قد وافقت. شكرا.